السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الكتاب الفضائية في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ساعة جامعية. تواجد بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، هذه الكلية الجامعية الرائدة بتخصصاتها المنوعة التي تزيد عن 45 تخصصا تطبيقيا ومهنيا مختلفا. سنكون في هذا اليوم ننقل لكم الأجواء الدراسية، المحاضرات العلمية، الأنشطة والفعاليات الطلابية وقصص النجاح والتميز لهذه الكلية الجامعية ولطلابها ولإدارتها. كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في ساعتنا الجامعية لهذا اليوم. نتواجد الآن في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة، ونحن مع بداية هذا الفصل الدراسي نريد أن نتعرف ما هي آمال وطموح الطلاب الجامعيين مع بداية هذا الفصل، وكيف هو تقييمهم لأداء الكلية الجامعية وتعاملها معهم كطلاب. معنا هنا مجموعة من الطلاب، يعطيكم العافية. نتعرف عليك بداية. عمر القرة. أي كلية؟ محاسبة. يلا يا عمر تعرف عليك. أمجد حسان، سكرتارية علوم إدارية ومالية. أهلا وسهلا فيك يا أمجد، وأبدأ من عندك يا عمر. عمر، كيف تقيم استقبال الكلية الجامعية للطلاب مع بداية هذا الفصل؟ الكلية الجامعية كلية محترمة جدا، وتقيم الطلاب والتدريس فيها جيد. وإيش كمان نقول لهم؟ طيب كيف تعامل الدكاترة معكم؟ تعامل الدكاترة بشكل محترم مع الطلاب، وتدريس ممتاز. طيب نسأل عن أمالك وطموحك مع بداية هذا الفصل الدراسي. أمال وطموح إنه الكلية تنزل تخصصات جديدة ويكون في أكثر، مش عارف. بالنسبة للمعدل؟ معدل إيش؟ معدل الجامعة تراكم. كويس المعدل. معدل كويس. إن شاء الله حيزيد هذا الفصل. إن شاء الله. أتمنى أنه يزيد. إن شاء الله. أنتقل إليك يا أمجد. أمجد، نبدأ بتقييمك للكلية الجامعية واستقبالها للطلاب مع بداية هذا الفصل. والله هي الكلية الأمانة، كلية يعني مبدعة وكلية محترمة جدا، ويعني كلية رائدة في الإبداع، وما بقدرش أوصفها أكثر من هيك يعني. كيف إنها رائدة في الإبداع الكلية. طب وتعامل الدكاترة معكم كيف؟ والله يعني بتقدر تقول هيك او هيك، في يعني دكاتره بنتريح معهم، في دكاتره يعني في محاضرات حلوه كثير بنتمنى ان نحضرها يعني كل فتره وفتره، ودكاتره يعني اغلبيتهم الاغلبيه العظمى الحمد لله كويسين ومحترمين وبعاملونا يعني معامله كويسه ومحترمه. طيب طموحك وهمتك لهذا الفصل الدراسي شو ناوي؟ ان شاء الله تعلي المعدل ولا كيف الامور؟ والله انا ان شاء الله رب العالمين نعلم المعدل ونجيب مجموع اعلى من المعدل في الفات، ويعني نتامل ان يعني نجيب هيك معدل امتياز ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق يا امجد ويا عمر، يعطيكم العافيه. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، وما زلنا نناقش طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ونسألهم عن أمنياتهم وطموحهم مع بداية هذا الفصل الدراسي وتقييمهم للكلية الجامعية. معنا هنا أحد الطلاب، يعطيك العافية. تعرف عليك بداية. أنا اسمي وهيب عمار، طالب علاقات عامة وإعلان في الكلية الجامعية. يلا يا وهيب. وهيب، ونحن في بداية الفصل الدراسي الثاني، كيف وجدت الكلية الجامعية واستقبالها للطلاب؟ صراحة استقبالها كان حار جدا بالنسبة للطلبة الجدد أو القدامى بداية الفصل الدراسي الثاني، وتحثهم أيضا على المضي قدما في الاجتهاد والجد خلال العام الدراسي الثاني في دراستهم. نعم. طيب أنت على صعيدك كطالب، ما هي أمنياتك وطموحك التي تود تحقيقها في هذا الفصل؟ اولا بالنسبه لامنياتي اني اتخرج هذا الفصل طبعا ان شاء الله تعالى من الكليه الجامعيه
لان انا الان في درجه الدبلوم حتى ارتقي لدرجه البكالوريوس، فيما بعد ذلك ننتقل الى سوق العمل ان شاء الله تعالى في قطاع غزه. نحاول ان نلاقي وظائف متوفره بالاخص في تخصص العلاقات العامه غير التخصصات الاخرى، لان احنا عندنا هان الوضع في قطاع غزه يعني محدود جدا ومعدوم بالنسبه لجانب سوق العمل جدا جدا. فاحنا عندنا طلاب كثير، عشرات الالاف من الطلاب اللي عندنا بتخرجوا ما بلاقوا فرص عمل، اللي بقعد بالشهر والشهرين والسنه والسنتين، ونادرا لو بيطلع له بطاله او بقعد مثلا بمده 3 أشهر او 6 أشهر. انا طموحي طبعا بعد ما اتخرج وحاول اطلع لسوق العمل، بركي اني اطمح ازيد في خبرتي كمجالي في تخصصي المجال اللي انا بشتغل فيه، اني اسير كمجال علاقات عامه كبير، سواء مش على المستوى المحلي عندنا في قطاع غزه فلسطين، ايضا على المستوى الدولي، تكون معنا اتصالاتنا لقاءاتنا، تكون لنا يعني تعاملات اكبر في العالم الخارجي. كيف تقييمك لتعامل الاكاديميين الدكاتره الاداريين في الجامعه معكم كطلاب؟ والله صراحة أنا لا أخفيك سرا، بالنسبة لهذا التعامل كأكاديميين أو محاضرين مع الطلاب يعني تعامل سلس جدا، لكن لربما البعض منهم لربما القليل جدا يسوء للطالب في بعض الأمور. تمام، ممكن الطالب بيقول مثلا والله أنا في عندي مثلا أنه الأستاذ ما بحصلش العلامات، بيقلل من علاماتي، خسفني الأستاذ في العلامات. طيب إيش السبب يعود في ذلك؟ أنت كطالب لربما أنك بتغيب على المحاضرات، أنت يمكن مش ملتزم، فقط أنك بتيجي على الكلية أنك فقط بس أنك تثبت حضور وجود فقط. لما بتيجي بدك تراجع المدرسين أو المحاضرين تتفاجأ أنه معدلك أو عندك الغياب نازل جدا. طب أنت رجعت نفسك في هذه الأسباب، ما رجعت نفسك تقول إيش السبب وراء ذلك. إذا لازم يكون هناك توازن ما بين مسؤوليات الطالب ومسؤوليات المدرس. أشكرك يا وهيب، فصل موافق إن شاء الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة الجديدة من حلقة ساعة جمعية لهذا اليوم. نتواجد الآن في أحد المباني في قسم العلوم الإنسانية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. سندخل إلى هذه المحاضرة الخاصة بقسم السكرتارية باللغة الإنجليزية للتعرف على أجواء الدراسة من الداخل. تفضلوا معنا. السلام عليكم. حياكم الله دكتور، كيف الحال؟ يعطيكم العافية. نحن في برنامج ساعة جمعية، أولى الحلقات في الفصل الدراسي الثاني التي نصورها هنا بالكلية الجامعية في ضيافة قسم العلوم الإنسانية وتخصص السكرتارية باللغة الإنجليزية. بداية نريد أن نتعرف على شخصك الكريم، تفضل. معين غازي المبيض، مدرس إدارة في الكلية الجامعية. حياك الله يا أستاذ معين. نسأل عن ماهية هذا المساق وهذه المادة التي تقوم بتدريسها في هذه الأثناء. المساق هذا هو عبارة عن تكنيكال انجليش بزنس، بيتناول اللي هو تيرمولوجي، مصطلحات للغة الإنجليزية فيما يتعلق في البزنس. طبعا على أساس أنه الطلاب عندنا سكرتاريا بياخذوا إدارة، ما يهمهم في اللي هو اللغة الإنجليزية في هذا المجال. إذن تكمن أهمية هذا المساق أنه يدرس لسكرتارية باللغة الإنجليزية. صحيح. طيب نتحدث الآن أستاذ عن أهم المواضيع التي يتضمنها المنهاج الدراسي لهذه المادة. يعني for example إحنا اليوم بنحكي عن إجراءات التوظيف والاختيار والتعيين في المؤسسات. الطالب عندنا ضروري السكرتير أو الخريج يفهم شو يعني معنى إجراءات الاستقطاب أو التعيين أو التوظيف في المؤسسات. For example لما نحكي مثلا recruitment and selection procedures, how we can select someone or somebody to recruit in our business or our company. الآن الشباب يعني بصير عندهم خلفية جيدة، بالذات انه بتعرف اللغة الإنجليزية هي لغة البزنس ولغة العلم في مجال الأعمال. واليوم يعني في تواصل عبر الانترنت وعبر الالكترونيات وعبر الايميلات، لابد من اتقان الطالب اللغه الانجليزيه بالذات المصطلحات التي تتعلق بمجال دراسته بشكل اساسي. هل هذه الماده نظريه فقط ام ان لها شق عملي؟ والله هي زي ما تفضلت انه هي تيرمينولوجي بالاساس، هي عباره عن مصطلحات لازم يعرفها اللي هو الطالب، لكن احنا عمليا بنحاول ان ننشط الشباب يحاولوا يعملوا جانب تطبيقي يعني في هذا المجال، من خلال طبعا غالبا
زيارة المؤسسات، الأيام الدراسية بنعملها، في عنا إن شاء الله حيكون أسبوع نشاط يخص اللي هو طلبة السكرتارية باللغة الإنجليزية، وموضوعه وعنوانه Paperless Office، وهي موضوع جميل، كيف إحنا هل نستغني عن الأوراق في عملنا المكتبي. طبعاً الطلاب تعونا في عندهم اللي هو تدريب للتريننج حيكون في التخصص بتاعهم بإذن الله تعالى، وهي لازم يكون هو بيعرف شو معنى انترفيو، شو معنى زي ما قلنا كانديديت، شو معنى ريكروتمنت، شو معنى ابليكيشن، شو معنى كل الأمور هذه هو لازم يكون بفهمها، خاصة إنه سوق العمل مفتوح للجميع. طب الآن تحدث أستاذ معين عن كيفية إيصال المعلومة للطلاب، هل هناك وسائل معينة تستخدمها في شرح هذه المادة؟ إحنا في الغالب يعني حسب طبيعة المساقات نستخدم LCD، بنستخدم اللي هو الوايت بورد، بنستخدم التكست بوك الكتاب المدرسي، بنستخدم اللي هو الريبورتس، بنكلف الطلاب في آخر الفصل يعملوا بروجكت، وغالبا بيكون براكتيكال يعني عملي، بتعلق في مؤسسة، بتعلق في قسم، بتعلق في شركة، والحمد لله رب العالمين يعني بفضل الله بنشوف إنه طلابنا ببيض الوجه بشكل عام، إنه هم يعني في عليهم طلب، لأنه نعتبر إنه طلابنا في عندهم يعني هاي كواليتي، وفي عندهم مادة جيدة بياخدوها في التخصص بتاعهم. طب فيما هو قادم من الأيام بعد تخرج الطلاب من هذا التخصص، كيف تنعكس هذه المادة على عملهم في المؤسسات وفي الوظائف المختلفة؟ والله بداية يعني من الإعلان، من اللي هو الأدفرتايزمنت اللي بده يشوفه الطالب غالبا بيكون باللغة الإنجليزية في بعض مؤسسات، حتى لو كان الإعلان باللغة العربية، الطالب لو راح على أي مؤسسة أو انترفيو لابد أن يكون في شوية مصطلحات مطلوب هو يعرفها في خلال اللي هو، لأنه هو مش بدرس بس، في عنده كمان أكاونتينج، بده يعرف إيش البادجت، ويعرف إيش اللي هو البالانس شيت، ويعرف إيش البروفيت وإيش اللوس and so on. طب الآن هل تكتفي أستاذ معين في تقييم الطلاب على الريبورتس، أم أن هناك نظام معين، نظام كويزات وامتحانات؟ في الأساس في عندنا اللي هو طبعا الحضور والغياب، هذا الشيء أساسي، لأنه الطالب في مواد زي كده لازم يكون بيحضر. الشغلة الثانية لازم الطالب يكون في عنده نظام الكويزز، بنعملها اختبارات قصيرة على أساس نحاول إنه نلاقي الطالب يعني أوتوماتيك أو أونلاين دائما معنا في المادة. في عندنا اختبارات نصفية واختبارات الفاينل، زي ما قلنا جزء البروجكت هاي لازم يعمله الطالب حتى يستفيد بشكل عملي من المادة. أشكرك أستاذ معين على هذه الإفاضة. الآن نريد مشاهدينا الكرام أن نرى آراء الطلاب حول هذه المادة. معنا هنا طالب، يعطيك العافية، نتعرف عليك. إبراهيم ممدوح قعدان. إبراهيم كيف المادة معك، صعبة ولا سهلة؟ الحمد لله تمام، سهلة. نترجم إنه يعني الأستاذ، وإحنا منترجم في الدار منحضر. يعني في مشكلة بإنه المادة باللغة الإنجليزية مثلاً؟ لا لأنه كله أنا يعني بترجم إنه يا الأستاذ عادي يعني. وإحنا منحضر في الدار منترجم. طب كيف أنت بتحضر في الدار؟ كيف الطريقة المتبعة لدراسة المادة؟ هي زي ما أنت شايف يعني الكتاب، أنا بتحاول نترجم الكلمات الصعبة يعني. والمصطلحات منحاول نترجم الكلمات الأساسية. وفي يعني كلمات بكون عندها عكس وتضاد يعني، كله هذا معانا. طب شو بتستفيد من هذه المادة؟ استفدت كثير بالمقابل الانترفيو، ما كناش نعرف كيف ايش نسوي يعني بالانترفيو، وعرفنا ايش نسوي وعرفنا على تقريبا يعني الخطوات تبعتها وايش يعني ايش، ما نكونش يعني يكون عندنا خبره وخلفيه قبل هيك عنها. بكل تاكيد اشكرك يا ابراهيم، بالتوفيق ان شاء الله. ننتقل مشاهدينا الكرام الى طالب اخر، نتعرف عليك. اخوكم في الله انس عبد الرحيم حماده. حي الله يا انس. انس، على صعيدك الشخصي ماذا استفدت من هذه الماده حتى اللحظه؟ استفدت من هذه المادة كيفية التعاملات الخارجية، كمان كيف أجيب المصطلحات التجارية باللغة الإنجليزية، أيضا المقابلات كيف التعامل معها خلال المقابلة بين عند الوظيفة. طيب هل تكتفي يا أنس بشرح الأستاذ في المحاضرة، أم أن هناك مراجعة في البيت لمصادر حتى ربما غير الكتاب والمنهاج الجامعي؟ لا، في كتب تانية بنستفيد منها، الأستاذ حكى لنا عنها، بنحضر منها وبندون وبنلخص اللي بيقولنا عليه الأستاذ أول بأول المصطلحات، وبنكتب على اللوح من اللوح على الدفتر وبنشوف إيش في مصطلحات. يعني تكتفي بشرح الأستاذ، هو شرح وافي وكافي؟ صحيح، الأستاذ مختصر المادة كافي.
أشكرك يا أنس، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح ولكل طلاب الأفاضل. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه المقابلة ننهي معكم هذه الجولة، هذه المحاضرة بقسم السكرتارية باللغة الإنجليزية. آمل أن نكون قد أوصلنا لكم أجواء الدراسة عن كثب. يطيب لنا بداية أن نهنئ طلبتنا الأعزاء طلابا وطالبات ببداية الفصل الدراسي الجديد، متمنين لهم فصلا دراسيا طيبا. وفي بداية هذا الفصل ندعوهم إلى الجد والاجتهاد والمثابرة والاهتمام أكثر في التحصيل العلمي. من أبرز الأنشطة التي شهدت الكلية الجامعية خلال الأسبوع الماضي زيارة عدد من الوفود، منها وفد برنامج الفاخورة التابع للأمم المتحدة الإنمائي، ووفد هيئة علماء فلسطين في الخارج، وقد كان على رأسهم نخبة من خيرة علماء فلسطين. وقعت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الفلسطيني. هذه المذكرة تقضي بأن يستطيع الطالب أن يقسط الرسوم الدراسية دون فوائد تذكر، و بشكل مريح، وذلك مساعدة من الكلية للطلبة الغير قادرين على تسديد الرسوم دفعة واحدة لتسديد رسومهم بالتقسيط، وهذا بالتأكيد سيسهل عليهم الاستمرار في مسيرة التعليم. ختاما نكرر التهنئة لطلبة الكلية الجامعية بهذا الفصل الدراسي، ونتمنى لهم فصلا دراسيا موفقا، ونعدهم أننا في إدارة الكلية سنقدم لهم كل التسهيلات اللازمة لدعمهم ومساعدتهم في استكمال هذه المسيرة التعليمية. وكل عام وكل خير. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، وقضية النقاش مع طلاب وطالبات الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. معنا هنا مجموعة جديدة من الطالبات، يعطيكم العافية. تعرف عليك بداية. سوسن نجار، اختصاص علاقات عامة كلية الجامعية. أهلا وسهلا يا سوسن، تعرف عليك. نغم أبو راس، اختصاص علاقات عامة الكلية الجامعية. يلا يا نغم، أبدأ من عندك يا سوسن، كيف وجدت الجامعة أو الكلية الجامعية في الأيام الأولى من الفصل الدراسي الثاني؟ أول إشي إنه كتير يعني مجهزين حالهم لإشي حلو يعني، والاستقبال كتير منيح، القبول والتسجيل كان كتير نظام، وعاملين نظام جديد وهيك، وحلو يعني الفصل الدراسي الثاني، والمواد كتير منيحة وحلو. طيب كيف معنوياتك مع بداية الفصل؟ والله في خوف شوية إنه المواد كتير يعني شكلها مرعب الفصل هذا، وإن شاء الله إنه بنتمنى إنه نتوفق الفصل هذا ونجيب مجموعة أكتر يعني من الفصل الأول، وإن شاء الله على خير. طب كيف رضاك يعني الفصل الأول؟ الفصل الأول مش كتير، بس هو نوعا ما يعني كتير منيح يعني أحسن، بس أنا حاسة إنه الفصل الثاني هيكون أصعب بكتير. شو طموحك بالتحديد الفصل الحالي؟ إنه مجموعي كتير يعلى، عشان المواد في مواد بالفصل الأول إنه نزلوا علاماتي، نزلوا مجموعي، وبتمنى إنه العلامات تكون أحسن والمجموع يكون أحسن والتخصص والمواد والأساتذة وكل إشي يكون أحسن يعني الفصل الأول. طب شو تقييمك لتعامل المدرسين والطواقم الإدارية في الجامعة معكم كطالبات؟ هو كتير منيح يعني، ممتاز تعاملهم، لكن في البعض منهم إنه بتحس التعامل مش قوي فيه يعني، أنا عندي شكوى بالنسبة لهاي الإشي. بس طيب
الآن هل وضعتي خطة للفصل الحالي أم أن الأمور لم ترتب حتى الآن؟ لا وضعنا خطة إنه حسب نمشي حسب إنه نتعلم من أخطاء الفصل الأول، الأخطاء اللي إحنا كنا المشاكل اللي كنا بنواجهها الفصل الأول، قررنا إنه الفصل الثاني خلص ما نتعلم يعني من مواد اللي ساعاتها أكثر، إنه اللي هي اللي بتنزلنا ندير بالنا منها. إيش أشكرك يا سوسن، بالتوفيق إن شاء الله. أنتقل إليك يا نغم، كيف شايفة الجامعة بأيامها الأولى؟ حلوة كتير، يعني أفضل من الفصل الأول، لأنه الفصل الأول كنا لسه مبتدئين، هلأ عرفنا كيف بيمشي نظام الكلية والدراسة وصار أحسن بكتير من قبل. شو المميز مع بداية الفصل؟ اختلفت نظرتنا عن البنات والأساتذة والمباني، كنا ما نعرفش حاجة، يعني هلأ صار أفضل يعني حركاتنا في المكان، أصبحت الطلاب قدامة مش جدد. طيب نحكي عن طموحك وأملك مع بداية الفصل الثاني. إنه بنفضل إنه يكون مستوانا أعلى من الفصل الأول، ونكون عند حسن ظن الأساتذة أكثر من قبل، لأنه يمكن خيبنا ظنهم بالأول، فهلأ أكيد رح نرتفع أعلى. يعني مش راضية عن الفصل الأول؟ لا ما كانش كويس كتير، لأنه كنا لسه مبتدئين. يعني السبب إنه لسه كان الفصل يعني عالم جديد وحياة الجامعة مختلفة. كنا بالمدرسة ويعني اختلف الجو علينا، كنا حصص هلأ محاضرات طبعا. طيب انت شو طموحك وأملك لهذا الفصل الحالي؟ يعني انه يعلى المجموع بزيادة، يعني أعلى ما هو عليه، يعني نكون أفضل من قبل وننجح أكثر. طب هل وضعتي خطة لتعلي معدلك في هذا الفصل؟ أكيد طبعا، انه لازم ننتبه أكثر من قبل، كنا أول إشي نحكي هلأ بطلنا. لا الحضور ما بنغيب ولا أي محاضرة، نحضر كل المحاضرات. طيب يا نغم، أسألك عن تقييمك لتعامل المدرسين والمدرسات معكم بالكلية. التعامل كويس، بس في شوية مشاكل حصلت الأسبوع هذا. لكن بشكل عام؟ لا بشكل عام كتير كويس. طيب رسالتك للكلية الجامعية مع بداية الفصل الثاني؟ إنه إن شاء الله بتتقدم وبتصير أفضل و تعلى أكثر إن شاء الله. دوما أشكرك يا نغم وأشكرك يا سوسن، فصل موفق إن شاء الله. نتواصل مشاهدينا الكرام ونقاش الطلاب والطالبات حول مشاعرهم أمالهم وطموحهم مع بداية هذا الفصل الثاني بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. معنا هنا طالبة، يعطيك العافية، تعرف عليك بداية. علا فارس أبو معمر. يلا يا علا، علا تقييمك لبداية الفصل الثاني، كيف شايفة الكلية الجامعية واستقبالها للطلاب؟ والله الكلية الجامعية من اسمها رائدة الإعلام والتميز، فدائما الكلية الجامعية للأفضل ودائما نطمح إلى الأفضل، وإن شاء الله استقبالها للفصل الثاني كاستقبالها للفصل الأول فالامتياز تقريبا. طيب أنت كيف تقييمك للفصل الماضي الفصل الأول؟ والله تقييمي تقريبا يعني جيد جدا، وما شاء الله على الكلية، وإن شاء الله في إبداع وتقدم مستمر. طيب طموحك للفصل الحالي شو الهمة إن شاء الله؟ إن شاء الله حصلنا على درجة الامتياز في الفصل الأول، ونتمنى أيضا الأفضل ونحصل على الامتياز حتى نحقق الطموح اللي دفعنا أنه ندخل التخصص إن شاء الله. إن شاء الله. طب كيف تقييمك لتعامل الأكاديميين والإداريين في الكلية الجامعية معكم كطالبات؟ والله التعامل تقريبا المعلمات بتتعامل مع الطالبات كتعامل يعني أخت مع أختها أو أم مع ابنتها، والأساتذة طبعا أخوة وأساتذة وآباء فاضلين طبعا. طيب يا علا، هل وضعت خطة خاصة بالفصل الحالي؟ والله حاليا حتى الآن لا، يعني ما وضعناش أي خطة، بس إن شاء الله يعني اللي بيراجع طبعا أول بأول واللي بيجتهد أكيد بيحقق اللي بده إياه. طب نصيحتك لزميلاتك الطالبات بالكلية الجامعية؟ النصيحة طبعاً إنه دائماً ازرع تحصد، وأبذر كل ما تبذره وما تزرعه هو الذي ستحصده إن شاء الله، ونتمنى طبعاً للجميع التقدم والنجاح. طب رسالتك ومطالبك من إدارة الكلية الجامعية؟ وحاليا تقريبا احنا لسه الفصل الثاني، فما شفناش أي مشاكل واجهتنا، بس دائماً نطمح للأفضل إن شاء الله. كل التوفيق لك يا علا، أعطيك العافية.
نتواصل معكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة وقضية النقاش لهذا اليوم. ينضم إلينا مجموعة جديدة من الطالبات، أعطيكم العافية. نتعرف عليك. ياسمين غطاس. ياسمين غطاس. يلا يا ياسمين، تعرف عليك. أمل زقوت. أهلا وسهلا يا أمل، أبدأ من عندك يا ياسمين. بداية، كيف شايفة الكلية الجامعية في الأيام الأولى من الفصل الدراسي؟ هي الكلية بمعنى الكلمة يعني هي رائعة، بكل ما يقدم فيها بالجامعة من مدرسين، من أكاديميين، من خدمات، من كل شيء بالكلية، ما شاء الله يعني كله متوفرنا. طيب، ما هو الأمل والطموح والهمة مع بداية هذا الفصل؟ إن شاء الله الطموح والهمة إن أجيب الفصل الجاي أعلى من الفصل الأول، وطموح إن شاء الله إن أخلص هذه السنتين إن شاء الله بالجامعة وأكمل بكالوريوس بالجامعة الإسلامية. طيب، تقييمك لتعامل الأكاديميين وإدارة الجامعة معكم كطالبات؟ والله أنا زي ما حكيت لك يعني هو تعاون ود ووفاء وكل احترام يعني وتقدير، يعني إنه تعاون رائع، يعني لأنه في وفاء بيننا وبين المدرسين وبين الأكاديميين وبين كل شيء يعني. طب أنت على صعيدك الشخصي، هل حققت يعني أملك وطموحك خلال الفصل السابق، الفصل الأول أقصد؟ كيف؟ هل حققت طموحك وأملك بالجانب الدراسي، جانب المعدل التراكمي فيما يخص الفصل السابق؟ صحيح، انه في الفصل يعني الاول هو كان مجموع كويس يعني ومنيح، بس انه لا انه ما عجبنيش، انه بدي اعلي عزيمتي وارادتي حتى اجيب المجموع اللي بدي اياه. يعني الفصل هذا راح يزيد ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق وتمنياتي. ياسمين، انتقل اليك يا امل، كيف شايفه الجامعه بالايام الاولى؟ والله الحمد لله يعني هي منيحه باساتذتها ومعلمينها، ما شاء الله يعني متوفرة كل الخدمات لإلنا كطلاب، يعني براعوا يعني الطلاب من الناحية المالية ومن المعنويات من خلال الدراسة. طيب، أتحدث الآن عن طموحك وأملك في هذا الفصل الدراسي الجديد. هي الطموح كبيرة يعني، بس ان شاء الله بكمل دبلوم، ان شاء الله بخلص البكالوريوس، بكمل بنفس الجامعه او بنتقل للجامعه الاسلاميه. بعدين بعد ما اخلص الجامعه ان شاء الله يعني الطموح يعني لاعلى درجه انه اضل ادرس يعني قبل ما اتوظف واكمل بكالوريوس. طيب، ما هو رضاك عن معدلك التراكمي؟ مش عاجبني كثير، بس إن شاء الله هذا الفصل بعدله بشد حالي وبأجيب يعني معنويات عالية هذا الفصل أكثر إن شاء الله من الفصل الجاي بالنسبة للدراسة، لأنه المعدل منخفض شوية يعني مش كتير عالي، جيد جدا، فناوية أخليه ممتاز إن شاء الله. طيب، هل أنت بدأت بوضع خطط لهذا الأمر أم من الأمور لسه عشوائية؟ لا طبعاً خطط لأنه بداية الفصل يعني شرح باستمرار في المحاضرات، التعاون، المجموعة التعاونية، نعمل أبحاث، كوزات، دراسة متواصلة يعني أحسن من الفصل الأول إن شاء الله. إن شاء الله كل التمنيات لك بالتوفيق يا أمل وياسمين، يعطيكم العافية. بصحبتكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ساعة جامعية عشناها بين أروقة ورحاب هذه الكلية الرائدة، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. آمل أن نكون قد وفقنا لنقل يوم الدراسي لكم مشاهدينا الكرام، وبإمكانكم مشاهدة كافة حلقات ساعة جامعية وكذلك كافة برامج قناة الكتاب الفضائية عبر صفحتنا على اليوتيوب والفيسبوك الكتاب تشانل. وإلى أن ألقاكم في ساعة جامعية جديدة، اقبلوا مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.